السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد العصير اللي كيجي سهل بزاف وما فيهش بزاف ديال المكونات وما فيه حتى شي فاكهه، واحسن بكثير من اللي كيتباع في المحلات التجاريه. نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج. عندي هنايا نص سطر ديال الحليب، عندي تقريبا 3 ديال المعالق حتى 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، دائما السكر كيبقى على حسب الذوق. وعندي هنايا واحد العلبه ديال الفلون ديال الفريز. اول حاجه غادي نضيف الحليب، غادي نجيب واحد الكاسرونه من طبيعه الحال فاش غادي نطيبو، وغادي نضيف عليه السكر، وغادي نضيف ساشي ديال الفلون. صافي، غادي نضيفها على باقي المكونات وغادي نحرك مزيان، وغادي نديرو فوق البوطه حتى يغلى ليا مع الاستمرار في التحريك حتى كيغلى. صافي، وكنطفي عليه تماما بحال الطريقه العاديه باش كنطيبو الفلون. صافي، من بعد ما غلى ليا وطفيت عليه كيكون على هذا الشكل هذا. صافي، دابا غادي نخليه هنايا حتى يبرد ليا مزيان وغادي نعاود نرجع معكم. صافي، من بعد ما برد ليا الفلون كيف ما كتشوفوا معايا كيكون ثقيل، كيكون على هذا الشكل هذا. صافي، خويته في الغرف ديال المولينيكس، وغادي نضيف عليه جوج ياغورت ديال الفريز. صافي، وغادي نضيف عليه نص سطرو ديال الحليب. صافي، غادي نطحنو ونعاود نرجع معكم. صافي، من بعد ما طحنت العصير ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالو. قد ما كتخليوه كيبرد قد ما كيتقال وكيولي خاطر. هنايا حيت يلاه طحنتو داكشي علاش كيبان لكم خفيف شويه، كيجي لذيذ بزاف، احسن بزاف من هذاك اللي كيتباع في المحلات. وهذا كتعرفوا بعدا اشنو كاين فيه، ماشي بحال هذاك اللي كنشريو من الزنقه، وعاد كيعطي كميه كثيره. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنسيوش تخليوا ليا التعليق ديالكم ولي لايك ديالكم، ونتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله مع وصفات جداد.